السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هكون معاكم هنقدم لكم البط. هنعمل بط بالخلطة بتاعته. إحنا دلوقتي معانا بطاية موجودة قدامكم، والخلطة اللي هي عبارة عن فلفل، طماطم، بصل، ثوم، ليمون، إحنا محضرينهم مقطعين وأي تقطيع قدام حضرتكم كده، ومعانا برتقال. إحنا دلوقتي هنجيب أول حاجة البطاية ونحضرها. البطاية اللي جايبينها ومحضرينها وغسلينها حلو ونقعينها في خل وليمون وملح ودقيق، لما تدعي بالدقيق حلو كده يطلع منها لو فيها اي حاجه وتدقيع شويه. بعد ما حضرناها ونضفناها جهزنا الخضار بتاعنا، اول حاجه هنعملها هنجيب الكبه وننزل حاجه التوابل بتاعتها اللي هي ايه؟ خضار. الخضار ده عباره عن ايه؟ طماطم، بصل، ليمون، فلفل، فلفل حامي برضه على حسب رغبه الفلفل الحامي بيبقى حلو، يعني مش اي ايه، مش هتحس بيه في التتبيل. هنحط خل، خل هيساعد معانا، وزيت برضه هيساعد معانا في الايه؟ في عمليه الضرب. ده خل وزيت. نبدا دلوقتي نضرب. بعد ما ضربناه في الكبه وصلت معانا بالشكل ده. هننزل بيها. بعد ما نزلنا بيها نعصر عليها البرتقال ده. عصرنا البرتقال نزلنا ورق الاول حبان، هننزل بالملح، كمون، فلفل اسود، واعشاب. اعشاب ده بالنسبه لي الزعتر بتاعه وانا منشفه، هو لو فيه فريش يبقى افضل طبعا واحسن بكتير. خلصنا التوابل بتاعتنا دي، هنقلبها. هناخد برضه معلقه صلصه بودره، معلقه واحده وهنقلبها. احنا ده مش هنرمي، ده احنا هنرمي البيض ايه؟ البطة. هنرمي البطة ونخليه معانا. هنقلب التتبيلة بتاعتنا. احنا بنقلبها حلو عشان خاطر الايه؟ كله يتجانس مع بعض. شوية أعشاب تانيين، سنة فلفل أسود برضه، نقلبنا التتبيلة بتاعتنا. ولو حد حابب يحط عسل أبيض مفيش مشكلة برضه. احنا أول حاجة نلعب البطة من جوه بالتتبيلة بتاعتنا. بعد ما لعبنا البط حلو بالمارينيه بتاعه، لعبنا حلو من جوه ومن بره وظبطناه، هنبدا بقى ايه؟ مرحلة اللي هي الايه؟ الأخيرة فيه هو الطبق. هنحط مرتين حلو في السيلفر، هنستوي ونحطه حلو. هو دلوقتي هيخش الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد من ساعتين لثلاثة على حسب حجم البط وعلى حسب برضو الحجم بتاعه كده، فهيقعد يخرج معانا من ساعتين لثلاثه في الفرن، وبعد ما يخش الفرن ويستوي هيتحمر ويطلع بقى تشوفوه بالشكل ان شاء الله بعد الفرن. كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هي احنا حطيناها في الفرن زي ما قلنا لحضراتكم، غطيناها ودخلناها الفرن، خدت معانا من ساعتين لساعتين ونص. في اخر الوقت كده بعد ما استوت خالص احنا بنشيل السيلفر من عليها ونسيبها للشوايه لفوق تحمر بالشكل دوت، وفي الاخر في النتيجه تطلع معانا بالمنظر ده. بألف هنا وشفت.